وفيما يخص التسليم، هل سيتم التسليم أم لا؟ قضية التسليم هذه مسألة تأخذ وقتها، احنا طلبنا بالتسليم ومستمرين في ذلك ونسعى إليه، لكن أنت تتعامل مع مسائل قانونية، مسائل قضائية تحكمها اعتبارات، هناك محكمة الجنايات الدولية في الوسط، هناك عدة أمور تحتاج لترتيب مهني. نحن لا نستطيع أن نذهب إلى هناك سلمونا السعد يعطوهن نجيبوه في نديروه في رقبة حبل ونجيبوه، هذا كلام مش حيحصل. هذه دول لها نواميسها، لها